على راسي. خبر اخر، طلبت جماعات الارهابيه يا هو بعض المراسلين شو هذا يا زلمه؟ هو لحوش. ايو اكيد لحوم بشر يا معلم. شو بتساوي يا عوض اذا هذول جماعه هجموا علينا؟ شو بدي اساوي؟ ايو انا اللي بده يساوي. هذول مفكرين حالهم طالعين رحله مع ماما وبابا. لا يا معلم، راح اقطع لك الشباب تقطيع. هاجموا يا عوض، هاجموا، هاجموا الشباب. لك عوض واتصب، شو مالك؟ شو مالك شردت معك؟ انا ابو عوض العماني يا عدو الله. ياو تكلتك اختك يا ابن الكافرة. ياو.